هنبتدي بمنزلة البتنجان او منزلة البدنجان. علشان نعملها عايزين الاتي: عايزين بتنجان صحيح ويكون مقلي، اللي هو ده اهو بتنجان كده زي ما هو، واخدناه عملنا فيه بس كده خرم عشان ما يفرقعش وقليناه. لحمة مفرومة ربع كيلو، 6 طماطم مبشورة، بصلة مفرومة، معلقة كبيرة صنوبر محمص، وبهارات: جوز الطيب، بقدونس مفروم، معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقة كبيرة سمنة. طيب عملنا ايه احنا دلوقتي علشان نكسب وقت؟ هقول لكم عملنا ايه. اخدنا اللحمة المفرومة بتاعتنا، حطينا لها شوية سمنة كده، والبصلة واللحمة المفرومة، فاحنا كده عصجنا اللحمة المفرومة. هنحط لها الآتي: شوية ملح، شوية فلفل، رشة من جوزة الطيب، وشوية بهارات. طيب هناخد دلوقتي حتة سمنة صغننة كمان ونحطها كده هنا. هنحط لها عندنا هنا الطماطم، الطماطم يعني خلوها فريش بتدي طعم أحلى كتير، هي بتتعمل بالطماطم الفريش، وهندعمها بشوية صلصة. اللحمة المفرومة بس هنحط لها شوية بقدونس، وزي ما قلنا بتحطوا لها صنوبر لو عايزين. خلاص كده اللحمة المفرومة بتاعتنا جهزت 100%. هنا بقى هناخد تقدروا تحطوا فصين ثوم لو تحبوا مع الصلصة لو تحبوا يعني. هنحط لها الطماطم، ونحط للطماطم شوية فلفل، شوية ملح، نحط الصلصة ونقلبها، وهنحط لها شوية مية ونسيبها على النار شوية شوية صغيرين بس على ما نجهز البتنجان بتاعنا، لأن كل ده هيدخل الفرن وهيتسبك في الفرن. هناخد اللحمة المفرومة اللي عندنا اهي، وزي ما قلنا بتقدروا تحطوا لها شوية صنوبر، معلقة كده، دي أقل من معلقة. هناخد البايركس بتاعنا، عملنا فيه شق وفتحناه. هناخد بقى اللحمة المفرومة اللي عندنا وهنحشي البتنجان بتاعنا باللحمة المفرومة ونحطه كده هنا. دلوقتي هناخد الصوص الحمراء اللي عندنا وهنحطها عليه عشان خاطر ندخله بقى الفرن يتسبك مع الصوص، ونغطيه بالفويل لو تحبوا، ونحطه في الفرن تقريبا يعني نقول بالكثير قوي نص ساعة مثلا، نص ساعة كويس.